محمد بنيطو لاعب نادي الشباب، احييك كابتن. وان كنت قد غبت عن التهديف لانه الفريق كمجموعه سجل، بس خلينا نتكلم شويه واقعيه. هل بنيطو اليوم افتقد الى عوامل المساعده اللي كان نشوفها في المباريات الماضيه، تحديدا الكرات العرضيه اللي هي السلاح المهم لدى بنيطو؟ مبروك الفوز. الحمد لله، اولا قبل كل شيء الحمد لله، الفوز فوز كان صعب ضد فريق الفتح. سيطرنا في الاول، في الشوط الاول كانت هناك فرص ما جسدناهاش اهداف، ولكن كانت كاينه في الشوط الثاني كانت هناك فرصه محققه، يعني كان هناك لعب هجومي، كانت فرصه محققه ما تعاملت معها بجديه وبالشكل اللازم، ولكن الاهم هو الفوز. سجل ارسمندي يعني الحمد لله على هذا الفوز. الشوط الثاني اللي تكلمت عنه يوضح انه الشباب عنده رغبه خاصه في الهجوم الجامح. نتكلم عن الشباب في الدور الثاني، حتى اللحظه يعتبر في الدور الثاني هو المتصدر، يعني من خلال النتائج واضح انه في عمل كابتن. يعني الحمد لله بعد النتائج السلبيه اللي كانت محققه في الدور الاول، في الدور الثاني كان هناك تغيير ولو بسيط، يعني استخدامات وكابتن فتحي جبالي اللي كان على راس العارضه الفنيه وكل الطاقم الفني اللي قدموا الاضافه. هناك عمل كبير نقوموا به في التدريبات يعني، والحمد لله احنا الاهم ان نواصل في هذه السلسله الايجابيه. في لقطه كابتن نريد نتابعها ونريد ان تعلق عليها من خلال الشاشه، لحظه سقوط ومن ثم واضح الكلمات، قراءة الشفاء كانت واضحة كابتن. حنشوف. شوف انت تخاطب لاعب اخر. نعم اخاطب. وش قلت له كابتن لحظة؟ اخاطب الحكم يعني. كان... خاطبت لاعب. ها؟ قول والله. ايه حتى هو قال لي لمستها، وحتى الحكم قال لي لمسها، لكن ما كانتش متعمدة، ويعني خروج الكرة من لمست ايده، لكن ما اظن انه هناك ضربة جزاء، والحمد لله على الفوز نقدمه للجماهير تاعنا وكل اللاعبين. موفق. شكرا. شكرا.